البنكرياس الصناعي الأول. وافقت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية على أول بنكرياس اصطناعي للتحكم بشكل تلقائي بمستوى الأنسولين لدى مرضى السكري. يقوم هرمون الأنسولين بالتحكم بمستوى السكر في الدم، وينتج بشكل طبيعي في الجسم من قبل البنكرياس، ولكن في النمط واحد من السكري، وأحيانا في السكري من النمط اثنان، لا يقوم البنكرياس بصنع الأنسولين، مما يعني أن أجسام مرضى السكري لن تتمكن من تنظيم مستوى السكر في الدم. هذا النظام الذي صمم من قبل شركة التقنيات الدوائية ميدترونيك في مينيابوليس هو عبارة عن جهاز صغير قابل للارتداء، يعمل على إيقاف إيصال الأنسولين تلقائيا عندما تصبح مستويات السكر في الدم قليلة جدا، مما يحمي مرتديه من الدخول في غيبوبة سكرية. عند استخدام مضخة تقليدية، فإن الجهاز يعمل على إيصال الأنسولين حتى عند المستويات المنخفضة من سكر الدم، وهذا خطير جدا لأنه من الممكن أن يتسبب بغياب الوعي في بعض الأحيان، وخصوصا أثناء النوم حيث لا يمكنك قياس مستوى السكر. إلا أن نظام شركة ميدترونيك ميني ميد 350G يمكن أن يلتقط أكثر من 93% من حالات نقص سكر الدم، مصدرا تنبيها لإيقاظك من النوم، وإذا لم تستجب فسيقوم تلقائيا بإيقاف تدفق الأنسولين لمدة ساعتين، مما يدرأ خطورة الانخفاضات الكبيرة في سكر الدم. ولكن يبقى هناك تحذير وحيد، فقد حصلت ميدترونيك على رسالة تحذير من إدارة الغذاء والدواء يتعلق بعمليات التصنيع لنماذج مضخات حقن الأنسولين والتي تستخدم في هذا النظام في مصنعهم في نورثريدج في كاليفورنيا، حيث تمت استعادة المضخات بسبب خلل فيها، حيث كانت تقوم بتقديم إما كميات كبيرة أو كميات غير كافية من الأنسولين. وقد وجدت إدارة الغذاء والدواء أن الشركة لم تكن تبذل جهدها للتحقق من أن هذا الخلل لن يحدث ثانية، وقد علقت الشركة في بيانها الصحفي المرافق للموافقة على هذا المنتج أنها عملت فعلا بكثير من الملاحظات المذكورة في رسالة التحذير، وملتزمة بحل ما تبقى من الملاحظات بأسرع ما يمكن.